سلام الله عليكم. إليكم تفاصيل مباراة المغرب ضد الأرجنتين في نهائيات الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث المنتخب المغربي سيجري الجولة الأولى في هذه النهائيات وذلك ضد المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة للمباراة الأرجنتين ضد المغرب، موعد المباراة، المباراة تلعب الأربعاء 24 من يوليو 2024، وتنطلق المباراة على الساعة 4 بتوقيت المغرب تونس الجزائر، 6 بتوقيت مصر والسعودية. بالنسبة لملعب المباراة، ملعب جيو فغوي هو الملعب الذي يحتضن المواجهة الأولى التي تجمع المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الأرجنتيني. ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قنوات بي إن سبور وأيضا على قناة الريالية المغربية.